شكرا. مرحبا بكم يا أطفال، مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. هذه الحصة ماذا بنا نستقطبوا فيها كامل الأطفال ويجوا يحضروا معنا هنا. إلا حبيتوا تشاركوا في الحضور في هذه الحصة ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وراح نكلمكم. شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وتقدروا تشاركوا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال في بداية كل حصة كما موالفين راح نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا. ما هوش بعيد علينا بزاف يوم عالمي مهم جدا، ولكن عندي سؤال قبل هذا الشيء. لما الإنسان يكون عنده حالة استعجالية، عنده حالة استعجالية يعني محتاج مساعدة، واش هو الرقم الأول اللي نكلموه؟ شكون نكلمو؟ واسمك وليدي؟ خليل. خليل، شكون اللي من نكلمو؟ رجل الإطفاء. رجل الإطفاء، شكون اللي يعرف تاني؟ يلا بنتي. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة، الله يبارك. اللي من نعيطو خديجة كي يكون عندنا حالة استعجالية؟ حد الله. اللي من؟ المدنية. المدنية يعني الحماية المدنية حبيتي تقولي بنتي يا أخي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. خديجة قالت لكم نعيطوا للحماية المدنية، انتي تاني تعرفي. برافو برافو خديجة، برافو. تصفيقة تصفيقة على خديجة، حيوها حيوها. برافو برافو. واش بنتي؟ كي تكون عندك شي حاجة نعيطوا الإسعاف. الإسعاف تاني، برافو 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 برافو. إذن هم رجال، لمن نعيطوا ولدي؟ الشرطة. الشرطة هي حقيقة كي تكون حالة استعجالية غير أمنية نعيطوا للحماية المدنية، لما تكون حالة استعجالية أمنية يعني خاصة بالأمن نعيطوا للشركة ولا الدرك الوطني اللي نحييهم كذلك، وعمو يزيد لهم أغاني تقديرية كذلك. إذن رجل الإطفاء ورجال الحماية المدنية بصفة عامة مهمين بزاف في حياتنا. يوم أول مارس هو اليوم العالمي للحماية المدنية، نتوقفوا باش نديروا لهم تقدير. يا أطفال شفتوا العمل تاعهم شحال شاق، خاصة في النيران، يروحوا يطفيوا النيران، يروحوا غير تعيط لهم يجوا يعني في بسرعة. عمو يزيد لهم مفاجأة راح نسمعوها من بعد. قبل هذا الشيء تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: رأسي أحمر ثم يصبح أصفر ثم يصبح أسود، من أنا يا ترى؟ أعيد اللغز: رأسي أحمر ثم أصفر وبعدها يصبح أسود، من أنا؟ إذا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر الإنترنت موقع عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. جاكم سهل ولا صعيب شوية اللغز؟ سهل، نشوف فيكم بسكت وجاب لي ربي شويه صعيب، معليش. فكروا في اللغز لغايه نهايه الحصه. ورايحين دركا نكتشفوا شخصيه مهمه في الكفاح الجزائري مع نور الهدى. رايحين نكتشفوا اليوم نبذه تاريخيه عن حياه حساني عبد الكريم. اذا تفضلي نور الهدى، تفضلي. تصفيقه 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 على نور الهدى. تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الشهيد عبد الكريم حساني. ولد الشهيد عبد الكريم حساني سنة 1939 بواد سوف. تعلم وحفظ ما تيسر من القرآن بمسجد القرية، ثم التحق بمدرستها سنة 1946 في أول عام افتتحت فيه.
رافق أخاه عبد الحفيظ إلى مدينة برج بوريريج سنة 1954 بحثاً عن العمل، ولتمتعه بشخصية جذابة انجذبت إليه أنظار فدائيين واتخذته صديقاً، فكلف بالقيام ببعض العمليات كنقل الرسائل والمعلومات وإخفاء الأسلحة، إلى أن انضم إلى المنظمة المدنية لجيش التحرير كفدائي أواخر سنة 1956. قام بتفجير إحدى الحانات، فكان ذلك سبباً في التحاقه بصفوف جيش التحرير. اختير الشهيد لينضم إلى فرقة الكوماندانس، وهي الفرقة التي اختيرت للمهام الصعبة والمستعجلة ونقل الرسائل المهمة والمستعجلة. وكان من بين الذين اختارهم القائد عزيل عبد القادر البريكي الذي كان تحت إمارة القائد عميروش مباشرة. قام الشهيد بعدة عمليات مما جعل العدو يكتف البحث عنه، وهذا ما عرض أخاه عبد الحفيظ للتنكيل والتعذيب الشديدين. في يوم 20 جانفي 1960، أثناء تواجده بمنزل مجاهد فارسي بوبكر، خرج متخفيا في وقت متأخر من الليل، إلى أن الاستعمار تمكن من اكتشاف أمره وطلب منه الاستسلام، فرفض ذلك ودخل في اشتباك معه، إلى أن تمكن عدو منه وسقط شهيدا في سبيل الجزائر رحمه الله. شكرا 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 للهدى، شكرا. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اليوم جانا ثوج من مدينة مليانة، أنا حبيت نرحب بكم. شكون اللي جاوا مدينة مليانة يفدوا يديهم؟ برافو برافو برافو. إذن تحية لكل سكان مدينة مليانة. عجبكم الحال؟ نعم. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم، الباب مفتوحة لكل أطفال الجزائر وكامل. واش حبيت تقول لي ولدي؟ تعال. ها باش تقول لي من مليانة أنت تاني؟ الله يبارك، الله يبارك ولدي. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم. يا أطفال، تكلمنا مقبلة على رجل الإطفاء، حبيت ديروا معايا اليوم تقدير بهذه الأغنية هذه اللي يقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا تغنوا كامل معايا. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يا
يقوم بمجهود جبار، عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار، وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل، أنت يا رجل الإخطاء. فلتشد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، فلتشد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة، إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل، أنت يا رجل الإخطاء. إذن شجاع بطل شهم باسل، أنت يا رجل الإطفاء. إذن تحية تقدير وإجلال لرجال الحماية المدنية، رجال الإطفاء، ربي يعاونهم ويقدرهم، وهذه تحية إجلال من كل أطفال الجزائر ومن عند عمو يزيد. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا نروحوا مع عمو محمد اللي جانا مدينة الأغواط. تفضل عمو محمد، تفضل. إذا استمع لعمو محمد اللي جانا مدينة الأغواط لألعاب الخفة. تفضل تفضل محمد، تفضل تفضل.
عجبتكم العاب الخفايا اطفال؟ واش رايكم دركا عمو يزيد يروح يحكي لكم حكايه جميله واسمها الزهره والعسل؟ يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية الزهرة والعسل. واحد النهار في واحد الغابة كانوا الحيوانات، وهاد الحيوانات متفاهمين ومتحبين، وكانوا النحل لما يروحوا للأزهار ياخذوا الرحيق ويديروا العسل، كانوا يجوا كامل الحيوانات ياخذوا العسل من عند النحل يعطوا لهم العسل، ولكن النحل كان يروحوا للأزهار باش ياخذوا الرحيق. في واحد اليوم جاوا الحيوانات ياخذوا العسل من النحل، ما صابوش العسل. قالوا للنحل وراه العسل؟ قالوا لهم ما عندناش العسل. قالوا لهم علاش ما عندكمش؟ النحل قالوا لهم ما عندناش العسل لاننا لما خرجنا باش نروحوا للازهار باش ناخذوا الرحيق ما صبناش الازهار، الازهار اختفت. هذوك الحيوانات تخلعوا هكذا وراحوا للغابه يشوفوا يتاكدوا. حقيقه سابوا الأزهار ما كاش، داروا لبعضهم هكذا كامل، كل واحد يقول لآخر الأزهار وين راحت، يقولهم ما على باليش ما على باليش ما على باليش، كامل ما على بالهمش. من بعد ملك الغابة قال لهم لازم نتخفاو نتخباو هكذا متخفيين ونشوفوا شكون اللي يختفي الأزهار هذه. تخباو هكذا شافوا في نهار الأول جا الأرنب يمشي هكذا اختف زهرة، قال ايه نحي زهرة واحدة ما راحش تبان، كاين الازهار بزاف ما تبانش، وراح. ومن بعد ساعة من بعد شافوا جا حيوان اخر اختف زهرة ثاني بدا يمشي، ايه نحي زهرة واحدة برك ما تبانش كامل. هكذا بداوا الحيوانات، بدات الحيوانات تتتالى هكذا، كل واحد ينحي زهرة وكل واحد عن باله هو برك لو ينحي هذيك الزهرة، ما على بالوش باللي كل واحد راهو ينحي الزهرة ومن بعد كي ينحو كامل ما يبقاش الأزهار. فهمتوا يا أطفال؟ عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أن الحفاظ على الثروة مهمة الجميع. برافو، تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة 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 تصفيقة. على بالكم يا أطفال هذه الحكمة مهمة جدا. مثلا تكون تمشي في الطريق هكذا وعندك كارت في يدك ولا عندك حاجة حبيت ترميها، ما لازمش تفكر ايه تقول انا نرمي انا برك ما راح يدير والو هاد الكارت ولا هاد الحاجه، لا لا، انت ترمي لاخر يرمي لاخر يرمي وتتراكم الاوساخ. يا اخي لازم كل واحد يفكر باللي هذاك الشيء اللي راح يديره اي واحد قادر يديره. اذن الحفاظ على الثروه وعلى البيئه وعلى الطبيعه مهمه الجميع، وعلى المحيط برافو مهمه الجميع يا اخي اطفال. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن عمو يزيد يتكل عليكم أنتم وأصدقائنا لما يشوفوا فينا، باش كل ما تديروا حاجة تفكر بلي ما راكش وحدك. لما تروح ترمي نفايات ولا عرف بلي ممكن أنه بزاف الناس اللي يرموا يتراكم علينا الأوساخ وكامل. الإنسان لازم يسبق في نفسه، كل واحد يحافظ على المحيط وعلى البيئة وعلى في ذاته، لازم كل واحد يحافظ على البيئة. يا أخي الحقنا الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن البريد، بريد عمو يزيد من الأطفال. يرسلوني عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات وأنا نقرأ رسائلهم هنا. بوبي شوف لنا في صندوق البريد إذا كان بعثوا لنا رسائل أصدقائنا الأطفال. كاين؟ آه جميل 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 جميل، نحب نقرأ رسائل الأطفال. تصفيقة تصفيقة على بوبي. شكرا شكرا بوبي شكرا شكرا. الرسالة الأولى مقران سهيلة 12 سنة من مدينة الثانية ولاية وهران، حصة جميلة وأحبها. شكرا شكرا يا سهيلة الله يخليك. الرسالة الموالية حسامنية زبيدة 12 سنة من مدينة البليدة مدينة الورود، قلت لكم مرحبا حلمي أن أشارك معكم. يا زبيدة حسامنية حلمنا أنك تجي لعندنا، ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت وسوف نتصل بك حتما، رسالتك جميلة وظريفة. الرسالة الموالية لونيسي زكريا 9 سنوات مدينة تكوت ولاية بتنا، تحياتنا لكل سكان ولاية بتنا.
زكريا لونيسي قال لكم حصتكم جميلة أريد أن أشارك فيها أثناء العطلة. مالك إلا تراسلنا يا زكريا لونيسي باش تحضر معنا وإن شاء الله نحاولوا باش نصوروا معك أثناء العطلة. الرسالة الموالية: باحو ماريا 10 سنوات من الجزائر العاصمة قالت لكم سوبر إيميسيون نحبكم حصة رائعة ونحبكم. إذن ماريا أنت أروع 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 ورسالتك جميلة وماذا بينا تشرفينا بالحضور. قنديل شاهيناز قنديل شاهيناز سجود اسمها طويل شوية قنديل شاهيناز سجود 9 سنوات من مدينة مهدية ولاية تيارت. تحية لكل سكان ولاية تيارت وسكان مدينة مهدية. مرحبا أنا سجود حبيت نجي بالصح بعيد نحبكم. أوه سجود شاهيناز سجود يا بنتي اللي بعيد قريب من القلب. احنا نحبوك نحبوك شغل راكي معانا وان شاء الله تقدري تزورينا ولا ما قدرتيش تجي عمو يزيد لما يجي لمدينة تيارت يصيبك في الحفل لأنه وعدت سكان مدينة تيارت أن يزورهم في حفل عمو يزيد وراح نجيكم إن شاء الله. عمو يزيد راح يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون؟ تعال 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 اقعد اقعد معي اقعد معي. واسمك وليدي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن وين تسكن عبد الرحمن؟ الواد. واد سوف؟ الله يبارك الله يبارك. كي تروح تسلم عليهم كامل تقول لهم عمو يزيد يسلم عليكم؟ ايه. الله يبارك. راكم في عطلة هنا ولا جيت زيارة ولا؟ زيارة. زيارة زيارة وجيت قلت نزور عمو يزيد. الله يبارك. إذا سلامي لكم من الناس الواد يا أخي. هاي تفضل وليدي تفضل. عندك نكتة جميلة؟ ما عندكش؟ معليش وليدي المرة الجاية. معليش احنا المهم سلمنا على الناس الواد. تعال 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 اقعد وليدي. واسمك؟ أحمد ياسين. اقعد اقعد وليدي. أحمد ياسين؟ عبد السلام. أحمد ياسين عبد السلام الله يبارك. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان هناك يوم إذا أتى رجل إذا أتى رجل لعلم الفيزياء لمواطني لأولاد بغداد. إيه؟ كان هذا معلما كان هذا معلما يعرف الفيزياء وثقافيا وكان معلما مشهورا يحبونه كل الناس. تزوج هذا المعلم وعندما أنجب طفلا كان هذا المعلم يعلم الفيزياء والكيمياء. كيف سماه ولده؟ وأكسيد الكربون من الفيزياء والكيمياء. إذا سمى هذا الطفل سامي أكسيد الكربون. برافو برافو برافو. تعال تعال وليدي تعال. تعال وش عندك في يدك؟ تعال وليدي أروح 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 وليدي. وش هو هذا؟ واسمك وليدي؟ أسنى تشوف دوروا الكاميرا دوروا الكاميرا فوالا شدوا الكادو هذا. واسمك وليدي؟ تيم طوسين إسحاق. وانت؟ تيم طوسين فيرو. خوك هذا؟ ها يقرب لي. ها يقرب لك. وانت؟ أفقير عبد المجيد. الله يبارك الله يبارك. من جيتوا ولدي؟ من بلدية مليانة. شكون اللي جابكم؟ واش من جمعية؟ اتحاد الرياضي مليانة. اتحاد الرياضي لمدينة مليانة الله يبارك. تحيتنا الناس مليانة. وهذه واش هذه واش هي هذه؟ هدية لمن؟ لعمو يزيد. هذه لعمو يزيد الله يبارك. نشوفوها أسنى وشو نفتحوها أسنى. أنا نحب الهدايا. جبتوا لي هدايا تاني؟ لا لا هي معلش. عمو يزيد يحب الهدايا الجميلة الجميلة الجميلة. إذن هيا نفتحوها. زيد فتحت مولدي فوالا يلا هكذا. أوه جميلة جميلة. عبالكم عمو يزيد زار مدينة مليانة في أكثر من مناسبة ومدينة مليانة جميلة جميلة جدا أنا نحبها. هيلة هيلة هيلة.
راح نحتفظوا بهذه الهديه الجميله الجميله هذه تبقى معنا هنايا. وشكرا شكرا 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 شكرا. ديروا هلا هنا بوبي باش تقعد تبان. هلا بوبي خبينا هذا الكارت هذا من فضلك. شكرا شكرا. والله يعجز اللسان عن التعبير. يعطيكم الصحة يا أبنائي يعطيكم الصحة. شكرا 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 على هذه الهدية الجميلة يعطيكم الصحة. وش حبيتي تقولي لي بنتي خديجة؟ اسمعها نهضر معاها. وش فيها؟ وش حبيتي تقولي لي بنتي؟ قولي لي. نعرف. ها؟ نعرف. واش تعرفي بنتي؟ عرفتي اللغز؟ ايه. ها تعرفي تغني؟ ها طيبة غني لنا بنتي. يا طيبة نوها ونناني يا خالو منها ونناني يا خالو مها ونناني يا طيبة نوها ونناني يا خالو نمها وانناني. برافو برافو بنتي برافو. تصفيق عليها تصفيق تصفيق تصفيق. برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. الحقنا دركا للجواب عن اللغز. عرفتوا الجواب؟ اللغز قال رأسي أحمر ثم يصبح أصفر ثم يصبح أسود، من أنا يا ترى؟ شكون يعرف؟ تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة الله يبارك. وش هو الجواب؟ تاتا. لا لا ماشي تاتا. تعال تعال ذكرهم باسمك. ها؟ قل لهم اسمك الطويل هذاك. أحمد ياسين عبد السلام. قلت لكم اسمه طويل. الله يبارك. وش هو الجواب؟ الجواب هو فرشات. لا لا ماشي الفرشات. تعال تعال وليدي. واسمك وليدي؟ رحمه محمد فؤاد. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12. جيت 12 يوم؟ 12 سنة. 12 سنة عمري 12 شهر. واش هو الجواب؟ النار. ماشي النار، قريب ماكش بعيد. تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ حفصاوي محمد عبد الإله. واش هو الجواب؟ عود الكبريت. عود الكبريت كفارة. عود الكبريت. أعطيه الهدية تاعو أعطيه الهدية تاعو بوبي أعطيه الهدية تاعو. عود الكبريت يكون أحمر بعد كي نشعله يرجع كالجمر أصفر. نعم. ومن بعد يرجع أسود كي يطفى رماد يا أخي. فوالا إذا عمو يزيد يهديك هذا الشوب هذا الكاس هذا تشرب فيه الحليب والماء يفيدك إن شاء الله. وكذلك عمو يزيد يهديك هاد السيديهات الثلاثة، كل سيدي فيه 22 أغنية فيهم أغاني الأطفال من حق الطفولة معلمي ومبروك عليكم النجاح. إن شاء الله تستفاد بهم ولدي. تفضل تفضل تفضل. الآن عندنا عيد ميلاد يمينة 8 سنوات. تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي لعند عمو يزيد. تعالي. إذا عمو يزيد وأنتو أصدقائي راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها باش نفرحوا معها. يلا التحقوا بي نغنوا لها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمرا غني نفرح
ونعيشوا أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو إذن 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو 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 بنتي برافو 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 إذن أعطيني الشهادة تاع الشطرة هذه إذن بنتي عمو يزيد يهديك شهادة تقديرية لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كذلك يا أطفال كل واحد فيكم اليوم يأخذ معه شهادة هكذا باش يعتني بها ويحتفظ بها كذكرى في هذا الظرف الجميل هذا تفضلي بنتي وبما أنك رسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي جبناك باش تحتفلي بعيد ميلادك معنا وراعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي يا أخي هاي برافو تصفيق عليها تصفيق تصفيق مبروك عليك بنتي مبروك عليك وانا مبقى لي الا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت سلام يا اطفال حبوكم لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد